بينما كان بشار وعائلته يصولون ويجولون بجولة سياحية في الصين ويحاضرون بإحدى جامعاتها عن تقارب الحضارات واللغة العربية، كانت وزارة داخليته في دمشق تعمم قراراً على رؤساء دوائر الهجرة في سوريا مفاده تمديد العمل اليومي لإصدار وطباعة جوازات للسوريين في مناطق سيطرته من 8 صباحاً إلى 12 ليلاً، متذرعة أن هذا القرار جاء لضرورة الخدمة وسير العمل. فمن يصدق هذا الكلام؟ ومنذ متى كانت حكومات الميليشيات تهتم بتسيير أمور المواطنين ومراعاة ظروفهم من دون ترتيب صفقات فساد وأخذها إتاوات ورشاً؟ هذا فضلاً عن تحصيلها أرقاماً خيالية من وراء منحها جوازاً تحول لثاني أغلى جواز في العالم وثالثه من ناحية السوء والميزات. لم تعد تخفى على أحد قصة الجواز السوري والمعاناة المستمرة التي يعيشها السوريون في مناطق النظام، ولا زلنا نراهم يصطفون قهراً في طوابير طويلة ومذلة أمام دوائر الهجرة لحصولهم عليه من أجل هروبهم من مستنقع الجحيم الذي وصلت إليه مناطقهم. ولا نبالغ إن قلنا إن هذا الهروب بات حلماً لغالبيتهم بعدما وصلوا إلى درجات غير مسبوقة من البؤس والقهر والحرمان. وهذه هي الأمور التي بحسب الكثيرين هي التي يلعب عليها بشار ويستغلها حتى آخر رمق مقابل منحه جواز الهروب لمن تبقى من السوريين. فهل قراره الأخير جاء لتسهيل تطفيشهم من البلاد وتكريس معادلة التغيير الديمغرافي؟ أم لأسباب مالية بحتة؟ فالمعلومات تقول إن بشار ورغم العائدات الكبيرة التي يحصل عليها من تهريب الكبتاجون والمخدرات إلا أنها لا تكفي لإنعاش اقتصاده المنهار، ولا يزال يحتاج إلى أموال جديدة بعدما أوصد العرب أبوابهم في وجهه ورفضوا منحه أموالاً وهبات دون وجود مقابل أو تنازلات. فهل لأجل ذلك قرر العودة إلى أساليبه المعتادة في بحثه عن مدخل مالي جديد من جيوب السوريين عن طريق بوابة الهجرة والجوازات؟ أم إن المسألة أبعد من ذلك بكثير وتقف خلفها بالفعل مشاريع التغيير الديمغرافي وجعلها حقيقة ثابتة ونهائية في فرط عقد أكبر مكون سوري سني في البلاد واستبداله بخليط الميليشيات والغرباء الذين استجلبهم من أقصى أنحاء الأرض بشرقها وغربها؟